وعن أخبار الطقس لغد. نعود فيها مرة أخرى إلى شروق عماد الدين. إليك شروق. شكرا لكما. جولة أخيرة في نشرة التاسعة لأهم أخبار الطقس ودرجة الحرارة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للدفء على شمال الصعيد ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا وفي الصباح الباكر طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على عدد من محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة العظمى 20، الصغرى 12، الإسكندرية 17، 11، مطروح 16، 10، بورسعيد 19، 13، الإسماعيلية 21، 11. وإلى السويس حيث العظمى 20 والصغرى 12، العريش 20، 10، طابة 19، 12، شرم الشيخ 24، 15، الغردقة 24، 14. والأقصر 24-11، أسوان 25-11، الوادي الجديد 23-6، شلاتين 26-16، حلايب 24-18. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله يوم الاثنين في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.